كابتن عادل، خلينا نروح لمباراة الأهلي أمام أورلاندو اليوم. النهارده مباراة صعبة، صعوبة المباراة خارج ملعبك، ضربة البداية في دور المجموعات. الأهلي كسب استاد أبيجان في ملعبه 4-2، أورلاندو كسب خارج ملعبه شباب الأسداد، وكانت مباراة صعبة 2-1، الاتنين متساويين مع بعض في النقاط. خليني أقول لك ليه المباراة صعبة جدا النهارده. عندي 7 نقاط سرعة كده. يعني فريق ده أحسن فرقة في جنوب أفريقيا في الوقت الحالي، أحسن من صن داونز، مشترك مع صن داونز في المركز الاول الاثنين. الحاجه الثانيه المهمه، عنده لعيب كان مرشح انه كمان يروح الدوري الانجليزي، وعنده كمان بيلعب خارج ملعبه كويس جدا، يبقى بيلعب على ملعبه افضل. ليه؟ لانه كان هجومي قوي مع بولوزداد وكسب 2-1، رغم انه كان في الشوط الثاني هو كان بيدافع اكتر، ولكن ده امر طبيعي ان يكون كسبان 2-0 وبعدين يدخل في هدف ويكسب مباراه خارج ملعبه، فدي هتديله ثقه كبيره قوي. حاجه ثانيه، بيلعبوا كره حديثه، بيلعبوا كره فيها فكر وفيها هجوم كتير قوي، وبيلعبوا على الاطراف، وعنده افضل، يعني افضل 2 لعيبه نكوتا وموفيكينج. ده لعيب كويس قوي. وانت بتتكلم يا كابتن عادل، شايف الجماهير في جنوب افريقيا، وشوف أكيد طبعا. يعني تواجد النادي الاهلي واسم وشعبيه النادي الاهلي واستقبال النادي الاهلي في كل مكان. شوف هنا جماهير اورلاندو وبعض العاملين في الاستاد، وشوف دي لحظه وصول حافله النادي الاهلي ودخولها لملعب المباراه. خد بالك، المدرب اسباني، يعني مدرب كويس جدا، كرة هجومية بيلعب، بينتشر كويس قوي. خوسيه ريفيرو، اللعب برضو الظهر ده حاجة مهمة. اخدك بقى الحتة نفسية للفرقة دي. مين المنافس بتاعها في جنوب افريقيا؟ صن داونز. صن داونز من الفرق اللي لعبت قدام الاهلي كويس، فدي هتديها حافز اقوى انه يعمل حاجه كويسه مع النادي الاهلي. وبالتالي ان النادي الاهلي طول الوقت، النادي الاهلي لما بيلعب في اي مكان في مصر او بره، كله طمعان انه يكسبه، علشان حته ان هو يبقى كسب النادي الاهلي، انت فاهم؟ فماتش صعب جدا وماتش فيه قوه. تغيير، خلي بالك تعيد موعد المباراه، تغيير هم بيلعبوا مساء، من جايلك غير زي صن داونز. لا، والتغيير النهارده يمكن درجه الحراره هتبقى حوالي 33، يعني 37 كان معانا زميلنا كريم احمد، وقال لنا الرطوبه عاليه ودرجه الحراره 37، ممكن تنزل ل 3 او 34 اثناء المباراه في اخر الشوط الثاني. تمام، فانت بتتكلم على قوه كبيره قوي. معانا اللقطات دي، والكابتن عادل بيتكلم يعني لقطات حصريه هنا لينا قناه الاهلي، لحظه وصول باص النادي الاهلي لملعب المباراه، كل اللعيبه داخله اوضه اللبس. هنا معانا الكابتن حسام غالي، الكابتن سمير عادل. اتفضل يا كابتن. يعني انت بتتكلم على مباراه هتبقى فيها صعوبه. اول حاجه، هم كسبوا اول مباراه بره، فراجع لك عنده ثقه كبيره قوي. يبقى سلاح ذو حدين، اكيد حته المكسب بره هتخليه يهاجمك بقوه. انت النهارده لو قدرت انك انت يعني تهدم الروع شويه في الكوره، وتخليه وتجري كتير، وتلعب باص وتتحرك وباص وتحرك، يعني لما نيجي في الحته الفنيه ممكن نبقى نتكلم هنلعب ازاي. ولكن في الاخر انا عايز اقول لك ان مباراه صعبه، كل مباريات النادي الاهلي بتبقى صعبه عن اي انديه اخرى.